السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومساكم الله بالخير والنور والسعادة والسرور، وربنا يتقبل منا ومنكم صالحات الأعمال. اللي يتنمر ويقول والله أبو حميد الساقية فراسك هذيلة ماشي ما تتنقدوا عليه، أخي كل حد بتكسيفة الكمة ماله، ليش تتنقدوا زينتو؟ أين حاد عاد قلت متقابية ما متقابية، عموما ربنا يتقبل منا ومنكم صالحات الأعمال. كان حد ضاربني هنا ولا قل النوم مختلفة قرزة في رمضان النوم قليل الحمد لله على كل حال. عموما ما في المسبح تو مسبح السيارات، ياسين نغسل السيارة شوية، قلنا نخوز الغبرة والطين بوستوالنا من اليومين الماضيات، والحمد لله على كل حال. حياكم الله ويسعد لي مساءكم وأوقاتكم، ديروا بالكم اللي طالعين ورايحين صوب مسقط، الله يحفظكم عن السرعة وعن التجاوزات وعن تروحوا نايت نودو واللي يطلعوا بعد السحور، هل هلا في عماركم جماعة الخير، ديروا بالكم على أنفسكم أرجوكم يعني. وطبعا من اللي هيروحوا مسقط بعد شوية حمدان، مو حمدان هند الغيبة، قول كلمة معي أنا، واحد اسمه أبو حميد يعني. قولوا لي بس فيا ما هطلني العاصمة. ما هطلنك العاصمة ووصلني أخبار عنك يا حمدان. هي احتفلوا لك بعيد ميلادك. هي وأمور هي والله. من خبرك ثاني؟ مو من خبرنا حمدان الله يرضى عليك، مو وتولاك أبوك بعدني هنو. قلت له هين حمدان؟ قال والله حمدان هنا يهبي يا ابو حميد. قلت له معدين عيل، الله يعيننا ويعينه يا رب العالمين. خذ اي عطر تحبه من هنا من اطياب الملاك هديه من عند ابو حميد. عادي والله عادي، اختار اختار عطر مره، انتهى الموضوع. متاكد؟ متاكد عزيز ابو حميد، متسالني متاكد؟ بسرعه انا تراجع عن كلامي. يلا يلا يلا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فاتك فاتك فاتك، خلاص ما تأخذ مو ذا. علوه حمدان، يلا بعدنا ونرجع مرة ثانية، اختار أي عطر بمناسبة عيد ميلادك هدية من أبو حميد.